بداية، بماذا تعلق على هذا القرار الذي أتى من قبل ألمانيا ولأول مرة بإرسال أسلحة ثقيلة للقوات الأوكرانية؟ نتحدث هنا عن دبابات مضادة للطائرات. نعم، لا شك بأن القرار هو متوقع ولكنه قد تأخر كثيرا. يبدو بأن دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول الكبرى هي تريد أن تقود روسيا إلى حرب الاستنزاف في أوكرانيا. حرب الاستنزاف سبق وأن أهلكت وأتعبت جيش الاتحاد السوفيتي سابقا في أفغانستان وقادته إلى الهزيمة النكراء. حاليا دول الاتحاد الأوروبي وكذلك أمريكا أو حلف الناتو هم يعملون ويفعلون على تنفيذ حرب الاستنزاف على أرض الواقع ضد القوات الروسية، وهذا يعني جر روسيا إلى حرب طويلة الأمد، وبالتالي ستكون هناك خسائر فادحة لروسيا، خسائر في العدة والعتاد وكذلك في الاقتصاد الروسي، رغم أن الروبل قد ارتفع في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير جدا بسبب أنه القيادة الروسية قد أصدرت قرار ببيع الغاز الروسي بالروبل الروسي. ولكن هذا الموضوع هو موضوع آني، لأن هناك الكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي أو خارج دول حلف الناتو قد توقفوا تماما عن استيراد الغاز الروسي، وكذلك روسيا قطعت الغاز عن بعض الدول.